السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب. اليوم رجعنا لكم ب The Division 2، مرحلة جديدة وتحرير منطقة جديدة. والمنطقة اليوم هي الحاجز المهور بالفيضان، لازم نرجع نحررها من إيدين الضباع. خلينا أول شي نستدعي الحلفاء القريبين ونشلل العالم علينا. التعزيزات قادمة. اوف اوف اوف، على جنبي، طلع جنبي الاخ. تعال الا رصد عدو شديد التسليح. اوف، المؤشرات الحيوية محرجة. لا لا من المعركة. لا 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 لا، تعال تعال انقذني، تعال يلا انقذني انقذني. انقذني، إذا ما أنقذني ما حدا بينقذك. أيوة منيح، كان في حوالي عالم. لقب يا حرق. تم الكشف عن صمت خطيرة. يا عم ما بهمهم. لاغونا لوغ بهالصدمة هي. تعال شو وين هذا؟ يا حرق، تعال. وين هذا؟ طبعا غيرو. اهو ليكو غيرو، طلعوا لك، طلعوا جيني حالك. تم رصد جهاز الكتروني. تهزات لنصر الصديقة، وينو؟ اللي بعده ايوه تحتنا. هذا الأعداء يقتربون. هذا معنا ولا معهم؟ كنت رأيت له. لم أنتهي منه. لقى. بعده. انطلق انت، روح. تم رصد عدو شديد التسليح. خايف ترقد ها. واجهوا مازقا هنا. تبا لا. وينون؟ عم هذا، لا هذا، لا لا لا، عود بأرضك، عود. مسكين. هذا السلاح اللي معي ترى قضايا. لا لا لا.
وينه؟ برا؟ اتلو اترك الكونيات اتلو ولا ما بتعرف تقتلو؟ انتهى الموضوع، تم اسر الحاجز المغمور. بس ما شايف شيء مغمور انا. حلو هاي سلاح، هذا وضاي، هذا احسن سلاحي. خذه. سعيد لرؤيتك. نبعدله. هلا بنعدل له. ها؟ طلل لك يا عيني يا تعدى. بعدين لا ما ادري ليش شفنا بهذا هذا. لك لك طلل هي. هاي. هون في شيء ما بينحط هون، تمام. حلو، هاي صار عندنا سلاح ابو ضاي. تبدو العاصمة مختلفة تماما عما كانت. طبعا صار لك زمان ما جيت عليها، لانك وين كنت غايب كل السنين هاي. طيب وهي حررنا الهي، خلينا نشوف قبل ما افوت على غرفة الامدادات. خلينا نشوف هذا شو عنده. اوكي هون كان في كم سلاح ممتاز. خلينا نروح نشوف الامدادات. تعال شوف الضابط هذا. ضابط يا ضابط، تعال اقول لك يا ضابط، تعال اخذ لك شوية معدات. مساعدة ستقدمها ايها العميل ستفي بالغرض. خذهم كلهم تعال، احنا جماعة كرماء. يا ويله عبيته على الاخر. هذا شوف هذا السلام. انت اورتيغا فتى الاتصال؟ نعم. هذا انا يا سيدي، الى اين اذهب؟ سارسلك الى البيت الابيض، اسندت الى اس اتش دي الديفيجن يا سيدي. اس اتش دي الا يتصلون بانفسهم؟ تعرضوا لموقف صعب ويحتاجون الى اي مساعدة مثلنا. الوضع بهذا السوء. لدي موقف معقد يتكون من إخلاء فاشل لحجر صحي وعقيد فقد عقله بالكامل، يجب اعتقاله. أوف أوف. الرئيس مينديز غير قادر على اختيار أي جورب عليه أن يرتدي، ناهيك عما يجب فعله بشأن البلاد التي تتداعى، وفي هذه الأثناء الشوارع تحترق. نعم نعم. سأتعامل مع الموقف بطريقة ما. يمكنك الركوب مع لورنسون هناك، هيا تحرك. سيدي. سيدي تحركنا. طيب. وهي خلصنا الحاجز المغمور بالمدري شو، ما بعرف شو، وصارت المنطقة تحت ايدنا. وهيك حلقتنا تكون خلصت. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول. في الحلقة القادمة ان شاء الله حنفتح، حكونا فتحت هذا المنزل امن، ممكن نلعب اي المهمة. فتابعونا حتى تشوفوا شلون حنقدر نحرره. يومكم سعيد.